السلام عليكم. على حسب ما كنشاهد في المواقع الإلكترونية هاد الأيام، إخوان كثير من الناس اللي هما مع الأسف كيتشكوا بالعدالة اللي راها عندنا في البلاد، وخاصة واحد العدالة موصفة في واحد المنطقة ديال الشمال. في الحقيقة المشكل هو قضية ديال الناس اللي مع الأسف داوهم الأراضي ولا داوهم الديور ديالهم ومشاو للمحاكم، ومع الأسف باش المحاكم تعطيهم واحد الحرية وتظهر لهم بأن هي ما عندها علاقة مع الخيانة اللي هما كيتصرفوا في هذا القضية تاع العقار. مع الأسف كيعطوا الحق للآخرين وكيحلوا بالطريقة ديالهم، تحليل ديال 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 على حسب الوثائق اللي هي مزورة وما كيردلهاش البال. والحمد لله كل الوثائق والمحاكم حاليا ولا في كازا ولا كتكلم على هذا الشيء، وظهروا بأن كاين بعد الوثائق مزورة، والحاكم مع الأسف يحكم ويعطي الحق لهذه. وكذلك لاحظت بعد القراءات في هذا على هذه المشكله، لاحظت واحد القانون اللي هو كيقول بان الاخوان اللي شراو الديور اللي عندهم ملكيه يجب عليهم يشوفوا ذاك القانون كل 4 سنين. هذه راه ما كاين حتى في دوله اللي هذا القانون تعطيه، لان هنايا هذا القانون كيعطي الصلاحيه للاخوان اللي هما عارفين ومطقين القانون في البلاد، وعارفين بعض الاخوان خارجين البلاد اكثر من 4 سنين يمشوا يزوروا لهم الاوراق ويغيروا لهم الاوراق، ومع التالية يقولوا لهم لا راه القانون فاتكم 4 سنين، ما يمكن ليناش الشكايه تكون، وهذا ما يمكن شيء. والحمد لله اعتقد كاين اخوان راهم ساهرين على هذا الشيء، وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله الحل في اقرب وقت، لان ذوك الاخوان ديالنا مع الاسف ما بقاش كدير الثقه في المحاكم ديالنا، ولو كيطالبوا سيدنا باش يحل لهم المشكل، لان الحل الواحد دروك اللي جارينا في المغرب ما كاين غير سيدنا اللي غادي يمكن يفك هذه المشاكل اللي هي، وهي عارفين بان المحاكم كتصدر الحكم باسم سيدنا، دونك فيجب عليهم حتى هاد الرؤساء هاد المحاكم هاد المسؤولين المحاكم يقدروا هاد الظروف وياخذوا القرار ديالهم ويغيروا هذه النظريه اللي راها الجاليه في الخارج عندهم واحد النظره لا ورث لها ولا تصلح. فلهذا نطلبوا باش يغيروا الموقف ديالهم في اقرب وقت، حتى باش الاخوان يكونوا راحتهم على القضيه ديال المحاكم في المغرب او المسؤولين في المحاكم في المغرب. شكرا.